خليني أسأل وليد ونورة، وعايزة أبدأ بوليد. يعني أنت طموحك فين؟ أنت عملت مشروع عن ملابس الأطفال زي ما بتقول، حابب تطور مشروعك ده ولا تدرس حاجة تانية وتدخل في مشاريع، إنك أنت درست وعندك فكرة أنت إزاي تدخل مجال العمل وتقتحم سوق العمل؟ إيه طموحك؟ طموحي إن أنا أكمل مشروعي يعني إن شاء الله. حاليا في الدراسة، أنا في آخر سنة، وممكن لما أخلص برضو إن شاء الله أشتغل على أوسع، فاحتاج يعني من الربح بتاعي ممكن اكبر المشروع بتاعي من الربح، فادي فرص عمل للاخرين هم برضو يساعدوني، ومن ناحيه ان هم يشتغلوا. يعني مساله العماله، ان انت يبقى معاك شباب يقدروا يشتغلوا معاك. حلو قوي. ونوره؟ انا برضو حابه ان انا اغطي محافظه سوهاج كلها، يبقى ليا اكتر من مكان واسمي يبقى معروف، واوفر برضو فرص عمل لاكتر من زمايلي. يعني شخصيتك قوية يا نور. باين عليها الثقة، باينة جدا على وشك ما شاء الله يعني.